ايه اللي هيميز هذه الدورة عن سابقاتها فيما يتعلق مش بس بالامور التنظيمية، ايوه. الامور الفنية، الافلام، الضيوف؟ لا يعني احنا عندنا يعني اكثر من 200 فيلم، يعني في جميع اقسام المهرجان بما فيها قسم الافلام القصيره 29 فيلم. فاحنا عندنا عدد كبير جدا من الضيوف الحقيقه، الحمد لله. يعني المخرجي الافلام، او لو المخرج مش قادر يجي بيجي كاتب سيناريو او ممثل او فعلى ودي كل الندوات دي او المؤتمرات الصحفيه بعد الفيلم، يعني بعد عرض صح الفيلم المعني بالضيف بيبقى فيه كيو اند اي، سؤال وجواب مع الجمهور. اوكي. فالحقيقه انه اتفاجئنا بانه اكثر من واحد يعني بيطلب انه يعني يبقى مصحوب بزوجته، بصديقته، بخطيبته، يعني الناس كلها عايزه تيجي. وفي ناس بتقول انا متشوق ان انا اجي مصر، اول مره اجي مصر يعني، واخد بالك؟ ففي اهتمام كبير من جانب السينمائيين الاجانب انهم يحضروا المهرجان. جميل جدا. الافلام حضرتك قلت لي اكتر من 200 فيلم تقريبا. ايوه. طب هل المعلومه اللي انا يعني قريتها وحد قالها لي انه ما فيش ولا فيلم مصري، الكلام ده ده صحيح، ده ده صحيح؟ صحيح. طب ان احنا يعني بحثت عن فيلم مصري مناسب يعني، فكان في فيلمين يعني كنا حاطين عنا عليهم، لكن راحوا لمهرجان الجونة، لأنه الفيلم الأولاني الشيخ جاكسون ده كنا شفناه يعني وعايزينه، وبعدين طلع إنه تاريخ عرضه هيبقى في بداية أكتوبر، فعرضه جماهيري يعني، فكان مناسب له إنه يتعرض في الجونة اللي هي تسبق العرض ده بأسبوع يعني. والفيلم الثاني برضه راح للجونة، وكان في فيلم شفناه وبعدين اختلفت الآراء حواليه، فلما اختلفت الآراء المنتج سحبه وبعته دبي بس.